ولذلك انا بقولها لكم، ليكن لك بصمة اثر. ترى اذا كان لك اثر في الخير وعرف الناس به، انت ما ترجو وجه الناس ولا سمعة ولا رياء ولا ثناء ولا تنتظر جزاء ولا شكورا، لكن ايضا الناس شهود الله على خلقه في ارضه. فانت لما تقدم عمل صالح تعرف به، حنا نعرف الان والله فلان ما شاء الله حمامة مسجد، من ان جبناه هذه؟ لانه وشو كثير ما يدخل المسجد ويبقى في المسجد، والله فلان ما شاء الله يا كثر ما يختم القرآن، فلان صوام ما شاء الله، والسبب اننا رأينا